النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلنت شركة جي اف اتش بارتنرز، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة جي اف اتش المالية، عن البيع والتخارج من المحفظة المتنوعة الأولى لسكن الطلاب في الولايات المتحدة، مع تحقيق عائد إجمالي قدره 122% للمستثمرين في الصندوق خلال عامين. وأكد السيد نائل مصطفى في جي اف اتش بارتنرز أن هذا التخارج يبين التزامهم المستمر بتحقيق أداء جيد للاستثمارات والقدرة المستمرة على جلب فرص فريدة مدرة للدخل إلى السوق في القطاعات منخفضة المخاطر ذات الأداء الجيد وعبر مناطق جغرافية متعددة. وبالإضافة إلى قطاع سكن الطلاب في الولايات المتحدة، تشمل المجالات الرئيسية الأخرى التي تركز عليها المجموعة في الوقت الحاضر قطاع المكاتب الطبية في الولايات المتحدة وفرص التعليم والرعاية الصحية الإقليمية والاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية ودول مجلس التعاون الخليجي. وقعت شركة بيون سايبر، إحدى شركات بيون، اتفاقية استراتيجية مع ترند مايكرو لدعم جهود شركة بيون سايبر في تقديم أفضل حلول الأمن السيبراني لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وذلك خلال القمة العربية الدولية للأمن السيبراني لعام 2023. وسيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الاستفادة من حلول الأمن السيبراني الشاملة التي تتميز بكونها ذات أسعار مناسبة، إلى جانب كونها صممت لتلبية احتياجاتهم المتزايدة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتقدمة. وقال الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة بيون سايبر إنهم يدركون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحدي فريدة من نوعها، وإن التحول الرقمي السريع في هذه الشركات التي تعتبر محركا للابتكار يؤدي إلى زيادة المخاطر السيبرانية في هذا القطاع الذي يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية والقضائية ندوة تحت عنوان قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا الموضوع. هذا وتضمنت الندوة تقديم ورقة عمل بشأن قانون التنفيذ الجديد من قبل سعادة القاضي راشد عبد اللطيف الصحاف رئيس المحكمة الكبرى المدنية بالمجلس الأعلى للقضاء، كما قدم كل من سيد حسين سبت رئيس إجراءات محاكم التنفيذ في وزارة العدل ومريم عبد الرحمن رئيس الشؤون القانونية في شركة تسهيلات البحرين ورقتي عمل. وتعرف حضور الندوة على التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية إلى جانب أحكام القانون الجبري وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 22 لعام 2021. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول السياسة النقدية الأمريكية والأسواق المالية العالمية، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من إمارة دبي الأستاذ جورج خوري المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFI. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية، وبداية أستاذ، ما هي توقعاتكم حول توجهات الفيدرالي الأمريكي من حيث سياسته النقدية؟ أهلا وشكرا للاستضافة. هلا بالنسبه للفيدرالي، نحن حاليا عم نشوف انه بنهايه 2024 وكل ما قدمنا لنهايه السنه كل ما شفنا انه السياسه النقديه ما رح تتغير نسبيا، كون انه هلا نحن بنعرف انه التوجه الى حد ما هو بعدم رفع الفايده بديسمبر بقى، ووصلنا تقريبا للذره بالنسبه لاسعار الفوائد. هلا اللي بدنا نركز عليه هو لسنه 2024 والانقلاب بالسياسه النقديه المعقول تحصل، اللي هي اللي حتكون مدعومه ب التخفيض بالفوائد. هلا حاليا الاسواق عم بتسعر تخفيض الفائده بحدود 4 مرات تقريبا بسنه 2024، ولكن كمان في عندي تفاؤل كتير
بانه رح يصير في تخفيض بمارس 2024. نعم. بظن رح نكون عم نستعجل شوي اذا رح يكون التخفيض عم يحصل بمارس بعد بكير شوي لكون عم ناخذ هذه الخطوه. فبعد في عندي كثير من المؤشرات الاقتصاديه لازم ركز عليها، مثل مثلا هذا الاسبوع نهار الجمعه عندي الوظائف غير الزراعيه اللي عم تفرجينا على تفاؤل وصعود بالوظائف غير الزراعيه لل 185,000 وظيفه تقريبا. فهذا التفاؤل اذا ضلينا عم نشوفه بالمؤشرات الاقتصاديه رح يعطي مجال للفدرالي انه يثبت الفائده على مدى اطول من قد ايه الاسواق عم تتوقع هلا حاليا. استاذ جورج، ما تاثير هذا التوجه على الاسواق الماليه العالميه؟ نعم، هلا نحن اذا توجهنا بعدم تخفيض الفائده بمارس، اذا صار في توضيح من قبل الفدرالي، توضيح الى حد ما بفرجي انه التخفيض ما رح يبتدي الا بالقليله بنص 2024 وما بعدها، ساعتها هذا التفاؤل والصعود اللي شهدناه بالاسواق الامريكيه رح نبلش نشوف ارتدادات له. ولكن ما فينا نقول انه رح يصير توجه هابط. نعم. ظن التوجه العام خلص صرنا توجه عام صاعد، ولكن الارتدادات ما في مفر منها، كون انه في عندي انا سياسه متشدده بالنهايه، يعني الفوائد ان كان بالولايات المتحده ولا بالدول العالم، يعني كان بالمنطقه الاوروبيه، باستراليا، ببريطانيا والى ما هنالك، متشدده وبعدها عاليه معدلات الفوائد، ورح تضلها ثابته بالقليله عم نحكي لاول ربع من 2024. فهذا بالمقابل رح يضغط سلبيا على الاقتصادات، رح يضغط سلبيا على الشركات. فاللي عم نشوفه نحن هلا الصعود والتفاؤل بالاسواق الامريكيه مدعوم فقط بسبعه الميجا كاب كومبانيز اللي هن عم بياخذوا هذا التوجه بالاتجاهات الصاعده. ولكن اذا بتطلع على الشركات الاخرى طالعه يمكن بس فقط بحدود ال 5%، يعني اذا بتطلع على الاس ام بي مش 500، اس ام بي 493، يعني عم نشيل السبع شركات الكبار بنشوف انه ارتفع فقط ب 5% تقريبا بسنه 2023. فهذا بخفف لي شوي من التفاؤل بالصعود والاستكمال بالاتجاهات الصاعده القويه التي تحصل حاليا. بالتأكيد الأستاذ جورج خوري المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFI كنت معنا من إمارة دبي، شكرا جزيلا لك.